مساء الخير يا أساتذة، يا ترى الصوت واضح؟ طيب، يعني هو مفروض توقيت اسكندرية في فرق بينه وبين القاهرة 5 دقايق، يعني فاحنا مش متعطلين. أنا دلوقتي أثناء ما بتكلم مش هبص على الرسايل، وبعد ما أخلص نتكلم أو نتناقش. ليه مش عايزة تمشي؟ مش مهم طبعاً. بتحصل في الواقع اللي احنا عايشين فيه يعني متغيرات كتير وبتستجد مستجدات، بعضها بيستدعي الوقوف عنده وبعضها يعني بنتجاوزه، يعني ايه زي ما كان يقال، يعني نمر عليه مرور الكرام. ولكن الأمور اللي بيحصل فيها صدام حاد جدا يؤدي إلى يعني خلخلة في ما أسميه العقل الجمعي أو عقل الجماعة، يعني هنا بيبقى واجب علينا أن احنا يعني نتدخل بحكم يعني الاهتمام بالكيان ده وبحكم التخصص. فمن ذلك ما جرى خلال اليومين الماضيين من صخب زاعق جدا، لأن شيخ الأزهر قال ملطفا الأحكام إنه الزوجة يعني تضرب بالسواك أو ودي أزمة هنفهمها دلوقتي، بس خلوني الأول خلال دقائق أقول لكم إيه أساس المشكلة أو الموضوع. المجتمعات الإنسانية عموما لما بتتكون بتحتاج ما يسمى بالضبط الاجتماعي، يعني ناس عايشة مع بعض فلابد من تنظيم للعلاقات داخل المجتمع تفادياً للصدمات واستجلاباً للمنفعة العامة. في هذا السياق أنتجت المجتمعات الإنسانية وسائل ضبط رسمية متمثلة في القوانين والتشريعات، ووسائل ضبط عرفية منها فكرة الضمير اللي اتكلمنا عنها في مناسبة سابقة لما ناقشنا كتاب هنري بريستد فجر الضمير. من خلال هذا التطور أصبح عندنا شيء أو تخصص اسمه تاريخ النظم. تاريخ النظم بيبدأ بالحضارات القديمة ويتطور معاها علشان يقول لنا ما الذي تم أو كيف كانت تتم العلاقات بين الناس في هذه الحضارة أو تلك، وعادة ما بيشار إلى حمورابي باعتباره من بواكير النظم القانونية واللي درسوا حقوق، وهنتكلم بعد شوية على حكاية كلية الحقوق دي. أصل حقوق، طب المضاد واجبات، ليه ما فيش كلية واجبات؟ على كل حال هنيجي للنقطة دي. إنما اللي بيدرسوا بين قوسين الحقوق بيدرسوا تاريخ النظم وبيقفوا كتير عند حمورابي. طيب إذا وقفنا عند حمورابي النهاردة
وشفنا قوانينه الجميلة دي اللي هي لاقت إعجاب كل الباحثين في العصر الحديث. يعني هنلاقي حمورابي مثلا بيقول من ضمن القوانين المسمارية اللي هي مكتوبة بالكتابة المسمارية القديمة، إنه الطبيب إذا أخطأ في العلاج بيدفع غرامة، الجراح إذا أخطأ في العلاج يقتل. لو فكرنا في هذا البند القانوني الحمورابي بعقليتنا النهاردة هنقول إزاي يعني؟ ده الجراحين دول طبقة عالية جدا من الأطباء. أيوة طبقة عالية عندك دلوقتي في بنيتك الحالية، لأنه تخصص الجراحة بعد جهود طويلة بقى في أطباء اسكندرية القدماء هيروفاليوس مثلا والجراحين العرب الزهراوي، وفي تاريخ أوروبا الحديثة براساليوس وبيشا المشرح الفرنسي العظيم يعني في العصر الحديث، اللي اكتشف انه الظاهرة المرضية الباثولوجية يعني بتعمل داخل الخلية جنبا الى جنب مع القوة او الطاقة او القدرة الفسيولوجية، وده طبعا كان فتح كبير جدا. هذا الكلام لم يكن موجودا في زمن حمورابي، ولم يكن الجراحين بيدخلوا في الأخوية الطبية اللي كانت متاحة للأطباء، فكان لازم يغلظ العقوبة لسبب عملي جدا. كمان هو في العراق على طريق الحرير ومنطقة تجارة وملتقى ثقافات، فتجد في هذه القوانين قوانين حمورابي إنه الغارم أو المديون اللي لم يستطع السداد يعني يقتل بأنه يضع على خازوق قتلة بشعة جدا. فلو فكرنا فيها برضو بعقليتنا المعاصرة، طب يعني هو الدائن خد إيه؟ وليه العنف ده؟ ليه؟ علشان ده لو ما حصلش في مجتمع بيعتمد على التجارة ده هيؤدي إلى خراب اقتصادي. إذن الأحكام بتكون مبررة في ضوء معرفتنا أو إدراكنا للبنية اللي ظهرت فيها، ونقدر نعمم هذا الكلام من العراق القديمة وقوانين حمورابي إلى قوانين سولون وتشريعاته في أثينا. تعرفين اليونان، إحنا دلوقتي بنقول اليونان باعتبارها بلد واحدة، إنما في الزمن زمن سولون وأرسطو وأفلاطون كانت مدن، وكل مدينة لها نظام وليها قانون وليها شريعة. القانون والشريعة دي والنظام ده هو اللي قتل سقراط مثلا بالديمقراطية، وهو الحافظ على وجود الجماعات، إنما كان أرسطو اللي هو معلم البشرية معلم البشر. هنلاقيه بيقول كلام برضو بعقلية البنية الذهنية المعاصرة غير مقبول إطلاقا، إن يقول مثلا إن المرأة والعبد من طبيعة واحدة، أو إنه أحكام كتير ما بين المواطن وبين الإسكندرية القديمة في العصر البطلمي كان إذا المصري بيت فيها يتسجن، لازم يبقى خارج السور. يعني أنا دلوقتي لما استدعي حاجة زي كده ده هيبقى نوع من إيه؟ من الهزار يعني ولا إيه؟ هل نقول لواحد مصري ما تبيتش في اسكندرية تبيت خارج السور؟ هو فين السور أصلا؟ ومن هذا الباب أيضا الشريعة الموسوية، وهنا بنبدأ ندخل في موضوعنا. الشريعة الموسوية
الموسوية نسبة لموسى وضع القوانين يعني. يعني طبعا جماعة دينية، جماعة العبرانية ليها ظروف حياة معينة صعبة جدا زي ما حكينا في عام اليهوديات، ونظمت نفسها على نحو ما المرأة فيه عبء. ليه؟ هو محتاج لها طبعا، ما هي نص إنسانية، بس هي اللي دايما بتسبى، وهم في حالة حروب دائمة وطحن الجماعات اللي حواليهم. عشان كده تجد في التوراة اللي بين إيدينا حاليا نوع من الغل كده، يعني كاتب التوراة، احنا طبعا المسلمين بنقول عليها محرفة، وهم بيضحكوا علينا زي ما قلت قبل كده، يقولوا محرفة ايه اذا كان احنا بنقول ان عزرا الكاتب، هم بيقولوا يعني هم اصحاب الشعر، هو اللي كاتبها بوحي من روح قدوشيم يعني، بس يعني هي مش نازلة، مش منزلة عشان تتحرف. فروحوا اقروا انتوا الآية عندكم بتقول ايه، فنروح نبص في الآية نلاقيها بتقول يحرفون الكلم عن مواضعه. فنفهم من كده ببساطة شديدة ان الاحكام اللي وردت في في التوراة، اليهود المتأخرين كانوا بينزلوها على غير وقائعها، فهم يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني مش بينطبق في الموضع بتاعه. على كل حال مش ده موضوعنا، برضو موضوعنا انه اليهود وفقا لعالم وبنية خاصة بيهم وضعوا او ان انزلت ليهم عشان ما نختلفش شريعة. ظهر الإسلام في الجزيرة العربية في بيئة شبيهة جدا ببيئة اليهود، وليس هناك شبه أو تطابق بينها وبين البيئة المسيحية النصرانية البيزنطية. فأصبحت الأحكام في الإسلام قريبة جدا من الأحكام الموسوية، وعندنا طبعا الأحاديث نحن أحق بموسى منهم ونصوم عاشوراء، والسنة الجاية نبقى نصوم قبلها بيوم، وما ناكلش خنزير، والأكل الحلال يبقى الكوشر اللي هو الكوثر اللي هو يعني طبقا للشريعة، والختان فكرة أنه بحسب الرواية التوراتية يعني أنه اللي برضو مدهشة جدا أنه إبرام اللي هيبقى أبو الأنبياء يعني بعد كده، وقبل ما يبقى اسمه إبراهيم، كان في جنوب العراق في أور، وبعدين حصلت مجاعة فجه فلسطين، جه مصر يعني، وبعدين وده كلام غريب جدا يعني إذا كانت العراق مصب الأنهار، مصب دجلة والفرات، هيبقى فيها جماعة فنروح للصحراء، الصحراء الخاوية، وإزاي هيتحرك يعني بقبيلته دي إنما إحنا دلوقتي مش بننقد الروايات التاريخية ولا بنشكك في وجود النبي إبراهيم على النحو التوراتي المذكور، مش ده موضوعنا. موضوعنا إنه مسألة الختان والتشريعات دي اللي هتبقى بعد كده اسمها التشريعات الموسوية، هي متناسبة مع البنية التي كانت الجماعة تعيش فيها. والإسلام في تشريعاته المبكرة كان قريب من نفس البنية، ف يعني لا مشاحة ولا خلاف ولا مشكلة في انه حتى في الاول كان بيصلي ناحية القدس او وبعدين اتحولت القبلة،
نولينك قبلة ترضاها. طيب، وبعدين بدأ المجتمع يتغير، مجتمع المسلم يتغير، دخلنا في تغيرات ضخمة جدا، حتى ألغيت الخلافة في الخلافة العامة يعني في العالم على إيد كمال أتاتورك في سنة 1923، وحاول طبعا الملك فؤاد والملك سعود أن كل واحد يبقى بدل الخليفة، وما نجحتش مساعيهم يعني، وكانت النتيجة أن الناس ماتت. طبعا احنا ما بنقولش الكلام ده أو ما بيقولهناش علشان ما بيحبوش الحاجات الوحشة، بس هنتعلم ازاي. طيب يعني المهم، الأحكام دي مع وقوع المسلمين تحت الانتدابات الأوروبية والاحتلال الأوروبي أدى إلى، والتغيرات العالمية أدى إلى تغير كبير في بنية الحياة المجتمعية. فدلوقتي مثلا مفيش عبيد ولا جواري ولا إماء، دلوقتي مفيش فكرة إذا تدينتم بدين فاكتبوه، ده في تحويلات بتبقى أونلاين، يعني أنت من تليفونك أو أي حد يعني بيحول مبالغ ويستقبل مبالغ على التليفون، ولا اكتبوه ولا في كتابة خالص. ونظام الجواز والطلاق واختلف وبقى بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. تخيلوا بقى عشان نقرب الصورة، لو في النظام الأثيني الخاص بأثينا القديمة جبنا بعض أجزاء من شريعة حمورابي وحطناها على التشريعات اليونانية، يحصل إيه؟ يحصل تشوش. طيب لو في مصر القديمة أيام الملوك العظام يعني اللي بيسموهم الفراعين أخذوا أحكام من صولون مثلا اليوناني، يحصل ايه؟ يحصل تشوش وارتباك اجتماعي. وهو ده اللي حصلان دلوقتي، انه مصر من القرن 19 ومع الحركة اللي احنا عارفينها، حركة التحديث اللي عملها محمد علي وخلفائه يعني، ثم الملوك الاتراك المصريين او مصريين اكتر منهم أتراك يعني زي الملك فؤاد والملك فاروق، تغير المجتمع، فأصبح الحاكم والضابط للمجتمع هو القانون المكتوب، هو اللي بينظم المرور والضرائب ولا كل حاجة، واللي مدونات قانونية حطوها فقهاء قانون، ولي بنود تفسيرية، ولي وفيه أحكام لمحكمة النقد بيبقى لها حجية قانونية في عند التقاضي، ونظام نظام كامل. فجأة بقى يجي حد ما تعرفش هو بحسن نية ولا بسوء نية ولا بيستعبط ولا هو ايه بالظبط، ويقول لك انت مسيحي ادفع الجزية. طيب الجزية ده مفهوم خاص بالمنظومة القديمة، انه في ناس بتدافع عن الحدود وبتموت، فاللي ما بيدافعش بيدفع فلوس دينار، الدينار معرفش يبقى بكام دلوقتي، هو حوالي 4 جرام ذهب، شوفوا كده جرام الذهب بكام دلوقتي، القيمة دي في مقابل ايه؟ انه يقعد يزرع، فيبقى ناس بتحارب وناس بتزرع. طب لو هو مسلم ها
هيدفع برضه بكوس، بس لو هو يهودي ولا مسيحي هيدفع واسمها جزية. طب هل الجزية دي مطلقة؟ لا مش مطلقة، لأنه احنا عارفين من تاريخنا اللي مكتوب يعني انه عمر ابن الخط واحد اسمه كمال بيقول لي قول لنا بكلمة واحدة نضربهم ولا لا. انت مش عايز تفهم يا كمال، اصبر بس، قلنا هنفتح ما يضربهمش، مفيش حاجة اسمها يعني واحد متجوز واحدة. يا اخي لو عايز حتى الرأي الشرعي، القاعدة معروفة يعني امساك بمعروف او تسريح باحسان وخلاص. بس ما خلينا نفهم الاول الاشكال جاي منين، وبعدين نبقى نيجي لحكاية يضربها ولا ما يضربهاش دي. هي بقرة هيضربها؟ واحدة واحدة بس. دلوقتي قلنا انه المختل اللي عايز يجيب بند من المنظومة القديمة عشان يدخلها على منظومة أخرى، طب ما دلوقتي المسيحيين بيبقوا لواءات في الجيش مثلا وكان منهم وزراء، هيدفعوا الجزية ليه؟ أو الإشكال اللي حصل من كام سنة بين الرئيس وشيخ الأزهر بدون أي داعي، يعني الطلاق الشفهي والطلاق الكتابي، وأظن إحنا لسه ما نسيناش يعني إنه الرئيس السيسي بيقول يا جماعة الأحكام عشان حقوق العيال ما تضيعش وكده، كله يبقى مكتوب. راح جاي شيخ الأزهر قال لك لا، أنا الدين بتاعي ما فيهوش يكتب، فالطلاق الشفهي يقع. يا عم يقع إزاي بس؟ هو مش الجواز كان بورقة ومأذون؟ خلاص يبقى الطلاق لازم بورقة ومأذون، بسيطة يعني. لا، قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان كده. طب ما احنا كده هنتوه ليه؟ لانه جايبين بنود من منظومة لم تعد بكاملها موجودة. ما احنا لو رجعنا 500-600 سنة فاتت، 200 سنة فاتت، ما كانش الإشكال اللي احنا فيه ده حصل. ليه؟ لأنه الآية بتقول إنه يعني إن خفتم يعني من النساء نشوز فبنوعظهم وبنهجرهم في المضاجع. لاحظ بقى إيه؟ في المضاجع مش في المضجع، يعني لأن الراجل كان بيروح يجيب بنتين ثلاثة جواري أو عنده إماء اللي هم كبار في السن يعني مؤنث العبد، ويقضي فيهم معهم الوتر، فهو عنده مضاجع. فالزوجة نفسها أو يضربها بقى ماشي. ده الكلام ده كان زمان وجبر، إنما دلوقتي البنت اللي راحت دخلت جامعة أو ما دخلتش حتى، تعلمت أو ما تعلمتش حتى، بس هي خلاص بقى لها حقوق إنسانية بحتة، هيضربها ليه؟ ما يعيشوا مع بعض كويس أو ما يعيش؟ ما هو الآية واضحة اهي. إشمعنى جاي في البند التاني؟ ما هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تجب الكلام ده كله، ولا نخش بقى يضربها بالسواك. يعني إيه يضربها بالسواك؟ ما تقعد تضحك يعني، إذا كانت تضحك يعني ويتصالحوا ماشي، بس إيه فكرة يضربها دي؟ يعني إحنا بنقول ما تضربش الحيوانات، أنا ما بحبش حتى الـ يعني عندي بنتين كنت بنزعج جدا لو أمهم قالت لواحدة منهم يا بيت، أقول لها هي مش ليها اسم. ولما كان علاء اخوهم يزعق فيهم اقول له انت عايز تكسرها ليه؟ يقول لي لا بابا مش قصدي، اصل انا، اقول له لا هتطلع ذليله. فيجي شيخ الازهر ويقول لا يضربها، هو طبعا عايز يلطف،
يضربها عشان يكسر كبريائها. طب وتبقى ذليله ليه؟ ما يمشوا من مع بعض يعني. يقولك لا عشان الحفاظ على الأسرة. أسرة إيه بقى؟ إذا كان الأمر وصل لكده طب ما قلتها أحسن يعني. فين الإشكال؟ وبعدين الحكم ما بيجيش مستل كده من منظومته. الحكم مرتبط بظروف كتيرة متساندة أنتجت هذه البنية التشريعية. فهم دلوقتي يقولوا طب وبعدين بقى، طب والدين الإسلامي؟ احنا دلوقتي مش موضوعنا الدين الإسلامي. الدين عموما في قسم او نصف الدين عقائد، اعتقادات علوية في الذات الإلهية، في خلق الكون، اعتقادات. وفي جزء تشريعات. جزء التشريعات ده بينقسم إلى جزئين هو كمان، العبادات والمعاملات. يبقى إذن عندنا نص الدين معتقد، والنص التاني نظم. النظم دي في منها نصف يتعلق بعلاقة رأسية بين الإنسان والخالق، والنص الثاني علاقة أفقية بين الإنسان والإنسان. احنا دلوقتي بنتكلم عن او اشكالنا كامن في العلاقة الأفقية دي. طيب العلاقة الأفقية دي بتخضع لتغيرات كتير، وكل الفقهاء وغير الفقهاء عارفين ان الإمام الشافعي لما انتقل من العراق إلى مصر فوجد نظام الحياة مختلف، عدل في أحكامه الفقهية. يعني مش قصة يعني فظيعة. الفقه مش مقدس، وكلمة فقه معناها العلم العميق يعني بالشيء. عشان كده نقول فقه قانوني. وبالنسبة للدين شوفوا نص الحديث لما دعا النبي لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما قالش اللهم فقهه، لا، فقهه في الدين. فعندنا فقيه دستوري وفقيه قانوني وفقيه في فقه الحب. طيب يبقى إذن الدين أقسامه. يجي بقى واحد أنا معرفش مين هو، فجأة طلع وقال الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فإحنا لقيناها حلوة، إيقاعها كده على ودنا حلو، إحنا المسلمين يعني. الإسلام صالح لكل مكان وزمان، اللي هو إيه في الإسلام بقى؟ إن كان الكلام عن المعتقد والتوحيد يبقى ما فيش خلاف. طيب خلاص أهم كل موحدين، حتى المسيحيين بيقولوا لا، الثالوث ده تجليات لإله واحد يعني، فهو الأب والابن وروح القدس إله واحد يعني، دي تجلياته. واليهود طبعا موحدين، ما ومصر يعني القديمة كانت بتعبد آمون ولا يزال يعني ينطق بلفظه المعدل يعني. وفي بقى أرباب محليين بيمشي الحال، وفي بعض المجتمعات عندها تعدد. طيب احنا مش هيبقى عندك تعدد، أو مش هنعرفك يعني، مش هنعرف معتقدك ايه. ما هو مش كل واحد ماشي وفي شاشة كده في دماغه بتبين السيت اب بتاعه والسيتنج بتاع نظام التشغيل بتاع مخه ده. فجزء المعتقد وجزء المعاملات وجزء العبادات ده بين الانسان وبين ربه. احنا بنتكلم دلوقتي في الربع الاجتماعي اللي هو اسمه ايه؟ المعامله.
يجي واحد بقى ناصت كل يقولك لا 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 الدين المعاملة. ايه هو الدين مش التوحيد ولا ايه؟ اصل روى فلان عن فلان عن، نقول له معلش 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 الكلام ده تروح تقوله في علماء متون الحديث، قالوا انه مهما بلغ من علو الاسناد فانما نتبع فيه غالب الظن، وكتير من الفقهاء قالوا لا يعمل، والاحاديث المقطوع يعني بصحتها قليلة جدا، وبالتالي مش عايزين نخش في المتاهة دي. احنا بنشير الى انه استجلاب بعض بنود من تشريع سابق وكان مناسبا لبنية مجتمعية سابقة وادخاله او اقحامه او اصطدامه ببنية حالية، ده كلام مش عاقل ويؤدي الى خراب مجتمعي. انت عندك قانون بتحتكم اليه في فض المنازعات وفي تنظيم العلاقات وفي دفع الضرائب وفي تنظيم المرور وفي علاقتك بالدول الاخرى، ده القانون. ما يجيش بقى واحد يعني الله اعلم بحسن نيه او بسوء نيه يقول لك لابد من تطبيق الشريعه، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الفقه الحنفي مثلا، ونقعد بقى نخش في المشاكل بتاعه ان الاحناف بيجوزوا شرب النبيذ، يطلع الشيخ مش عارف مين يقول لك نبيذ مين ده خشاف رمضان. يعني يا عم الشيخ، الفقهاء قعدوا 600 700 سنه يختلفوا ويتخانقوا ويتصالحوا عشان خشاف رمضان؟ معيب كده. او يتشدد شيخ الازهر في مساله وقوع الطلاق الشفهي. يا عم الشيخ مش كده. طب والعيال دي والقضايا اللي في المحاكم دي، ما يروح عند، ما عايز يطلقها ما يطلقها، هو حر، بس يروح عند المأذون زي ما اتجوزها. او مساله ضرب الزوجه، وانا برضو مش فاهم، طب هتوصلها للضرب ليه؟ ما مش عارفين يعيشوا مع بعض، ما خلاص ما يمشوا. يعني تسريح باحسان ليه مدخلنا في الحته دي؟ يبقى اذا الوضع نفسه للاساس اللي ثارت عليه المشكله خاطئ. انت في مجتمع فيه بنود قانونيه ولازم تحترمها، والا هتحول لفوضى، ولا تقحم عليها نسق تشريعي، لان اللي موجود في محاكمنا دي محكمه المنشيه ومحكمه مش عارف ايه والمحكمه الاداريه العليا، ده نسق تشريعي، واللي في دماغك انت انساق تشريعيه سابقه، وعشان كده في بينها اختلافات. يعني تلاقي الحنابله صحراء وكده وبتاع، فماشي يعني احكامهم فيها توسع كده. المالكيه المغرب بقى والدقه والحضاره السابقه والتدقيق، دي شريعه ودي شريعه تانيه. فما تقوليش نطبق الشريعه علشان الاسلام صالح لكل زمان ومكان، دي مغالطه منطقيه، لانه الاسلام الكلمه دي تعني تسليم الإرادة لله، وتعني أنه يأتي الله بقلب سليم يوم القيامة، وتعني بالمفهوم بقى الاصطلاحي الدين اللي هو عقائد وعبادات ومعاملات، وإحنا بنتكلم في الجزئية بتاعت المعاملات، ما بنتكلمش في مجمل الإسلام. فبالتالي الدوخة اللي مدوخين نفسهم فيها وهنتكلم عنها حالا، انه زي ما كان الدكتور ولا الاستاذ محمد شحرور عمال يلف ويدور، لا اضربوهن ضربه في الارض، يعني مشى في الارض. يا عم
هو لذيذ، انا كنت بحب اسمعه عشان بحب الكلام السوري اللذيذ ده، بس كلام يعني ما هوى. او التاني ده اللي جاي بقى بيفهم شيخ الازهر ايه الاسلام، فانا اتضايقت، اتضايقت منه زي ما اتضايقت منه من كام سنه لما شتم الامام البخاري واحمد بن حنبل. وانا دارس الناس دي وعيب، عارف حياتهم وعارف هم عانوا قد ايه علشان يوصلوا لنا اللي هم كانوا شايفين ان هو الحق. فلا واتسجن، هنتكلم دلوقتي عنه. المهم انه هذا الخلط والتخليط بين النظم الضابطة للمجتمع اذا استسلمنا له وبقى كل شغلنا هو الحجاب فرض ولا اختياري ولا ايه؟ دي كلها يعني مجالات المعاملات والأنشطة الاجتماعية. ونقعد بقى نقول ان هو عادة يهودية قديمة وبعدين خدوها المسيحيين وبعدين الإسلام خدها، وكانوا بيشبهوا المنقبة باليهودية وقالوا على سجاح المتنبية ان هي اول من ارتدت النقاب من غير اليهوديات. ما فيش حد. ونخش بقى في الكلام الهيصة بقى بتاعت مش عارف حجابي تاجي ولا أميرة بحجابي ولا العبط ده. أميرة إيه؟ طيب عندنا أربع أشخاص مرتبطين بالإشكال ده، فأنا يعني أنا مش ضد، يعني كلمة ضد دي قوية قوي، هقول إن أنا مختلف معاهم. أولهم الأستاذ الإعلامي عمرو أديب. عمرو أديب أنا بحبه عشان دمه خفيف يعني، وهو عماد أديب صاحبي أكتر يعني، بس عمرو عملنا رحيق الكتب و عملت أعلى مشاهدات، وبعدين راح بقى عند طال عمره ده وبتاع. وأنا المهم، أنت يا عم شيخ الأزهر يا أخي قال حاجة وأنت عايز تعمل عليها ميديا وحلقة، طب شوف حد في حجمه. يعني هيقول لي هو هلاقي مين بحق، أنتوا عارفينه بقى. هو ما اقول له هتلاقي مثلا، ما هو ده مداخلة تليفونية، اتصل بالدكتور اكمل الدين احسان اغلو مثلا، اهو يعني ده كان رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي وزينا بيتكلم مصري زينا كده يعني، لانه لحد ما كان عنده اظن 16 سنة كان عايش في مصر، وبعدين وشخصية مرموقة جدا في العالم يعني. وهو كان في الانتخابات بتاعت اردوغان دي اللي نجح فيها كان فرق بينهم 2% أو حاجة يعني، كان ممكن يبقى رئيس تركيا كمان، وكنا استريحنا من الهم بتاع السنين اللي فاتت دي والخبل بتاع الأحياء الخلافة، لأن ما ظنش حد مستنير وزي الدكتور أكمل كان هيفكر بطريقة التهريجية دي. شوف عايز اتكلم في القرآن، ما اتصال اكلم فرانسوا دي روش، ده فيما يعني يقال هو اكتر حد دارس المصاحف فيقول لك. انما بتجيب اسلام بحيري وتقدمهن باعتباره الكاتب الباحث، ازاي يعني؟ ما هو دلوقتي احنا بنقول انه عمرو اديب مذيع عشان بيذيع، وبنقول فلان ده طبيب لان بيطبب الناس، وفلانه دي رقصه لانها بترقص. طب الكاتب ده كتب ايه؟ احنا ما نعرفش حاجه كتبها. وباحث بحث فين يعني؟
فين بحوثه؟ احنا لا شفناه في مؤتمر ولا شفنا كتاب عليه اسمه. ويقول لك لا اصل انا زمان عملت بحث اثبتت فيه ان السيده عائشه لما تزوجت النبي مش عارف كان عندها مش عارف كم سنه، مش كم سنه، مش 9 مش 11 ولا 16، اي كلام كده. جبت منين يا عم الكلام ده؟ يقول لك موجود في التراث. طب هو فين الدراسه دي؟ موجوده. طب والتراث؟ ما انت طول الوقت عمال تشتم في التراث. حاجه غريبه جدا. يقول لك والكلام بتاعهم بتاع التراث ده، كأن التراث دي ما هي اخي لغتك دي تراث. ابن الهيثم تراث اللي انت بتتباهى بيه بين الامم يعني. وابن سينا تراث. هو ما فيش تراث الا الاحكام الفقهيه والفتاوى اللي كانت خاضعه لبنيه مجتمعيه معينه وفقا لتشريعات كانت سائده ولم تعد موجوده. هو ده بقى التراث؟ فبالتالي عمرو يعني اديب مع يعني محبتي له اخطا في الاختيار ده، فاحدث جانب من المشكله. الشخص الثاني اسلام البحيري، واسلام يعني انا ما بكرههوش يعني، بس ما بحبهوش لانه بيغلط كتير. ومع هذا لما اتحكم عليه بالقانون اللي هو بيتكلم عنه واتسجن، انا كتبت وقلت انه هو مندفع انما لا يستحق ان يسجن، ووقفت في صفه يعني. بس كل مره نقول له الحاجه مش عايز يسمع. نقول له يا سيدي ابن تيمية مش هو كتاب الفتاوى الكبرى دي اختراع عملها واحد وهابي المجلدات دي؟ طب شوف كتب الراجل نفسه. ما فيش فايدة. هو مصر ويغلط وانا مش عايز اغلط فيه، بس الكلام اللي قاله مع عمرو اول امبارح غلط. ما فيش حاجة اسمها كده. النشوز يعني خيانة زوجية؟ يعني هو ده البحث؟ طب يا أخي البحث، طب شوف سياقاتها القرآنية التانية، عندك 4 آيات جت فيها. يعني العظام ننشزها ثم نكسوها لحما، يبقى العظام بتخون زوجتها. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يعني يلا وسعوا شويه كده وبتاع، وسعوا شويه. ولا بيقول لهم يلا روحوا خونوا زوجاتكم وانتوا خونوا بعض، ايه الكلام ده؟ يعني هو اي خاطر كده يجي على 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 بالك؟ وبعدين بتنتقد يعني شيخ الازهر، انت بتقول له ايه الاسلام وهو الاسلام مش كده؟ امال يعني انت اللي عارف الاسلام هو اللي مش عارف؟ لا، هو الاسلام كده. الاسلام في فتره معينه كانت الزوجه بتضرب وكانت بتهجر في المضاجع لان كان في مضاجع، انما دلوقتي واحده تبقى زعلانه من جوزها ما ينامش معاها؟ طب ما هي مش عايزاه ينام معاها طبعا. انما في الزمن الاول ده كان عنده اكتر من زوجه واكتر من جاريه، او يروح يشتري واحده. ده في بعض الاحيان واحد من حقراء التاريخ محمود الغزنوي يعني وصل ثمن الجاريه من كتر الغزوات اللي كان بيعملها لنشر الاسلام وهو بينهب في الشعوب يعني، ثمنها اقل من علبة سجاير. يعني تخيلوا كل العيال اللي قاعدة في القهاوي دي ممكن كل اسبوع يشتري واحدة. طب هو ده متاح؟ لا مش متاح. ليه؟ علشان الدول العالم كله منع الرق او العبيد يعني، وبالتالي لا في اماء ولا في جواري. يعني مفيش مضاجع فيهجرها في المضاجع ازاي وهو مفيش مضاجع؟ يعني ما هو
وبعدين يقول لك لا ما هو الزوج كمان جاي له آية إن لو الواحدة خافت نشوزا بس للأسف بقى يتصالحوا. للأسف ليه؟ ده الصلح خير يعني. بس كل ده خاص ببنية مجتمعية لم تعد موجودة، والتساند بين عناصرها لم يعد موجودا. نحن الآن في بنية تانية، وما علينا من هذا الكلام الأجوف الطنطنة الكاذبة الإسلام صالح لكل مكان وزمان. لا، بس كمان ما تجيش انت يا إسلام يعني يا لا كتبت ولا بحثت ولا شفنا لك أي يعني منجز، وعمال تفهم شيخ الإسلام إيه هو الإسلام، وبعدين تتكئ على إيه؟ على إنه مش هو ده القانون. ما هو خالط بين الشريعة طب ما القانون هو اللي حبسك مش الشريعة. أهل الشرع يعني رفعوا القضية. بس طيب شيخ الأزهر إيه عدم اتفاقي معاه؟ عدم اتفاقي معاه إنه هو إحنا في بينا يعني علاقة طيبة قديمة، هو أستاذ فلسفة وكنا بنتكلم وشاركنا في مؤتمرات كتير مع بعض وسافرنا أو التقينا يعني في مؤتمرات في طشقند في أوزبكستان وفي الكينجز كوليدج في كامبريدج في إنجلترا وفي باريس، وكنا بنتجول في المولات وكده، وكان مفتي ساعتها وشخص طيب طيب فعلا. بس ساعات تطلع معاه حاجات كده، زي انا شفت انه الجماعات الدينية دي شوشونا على الثورة بحكاية على القدس رايحين شهداء بالملايين. قلت لهم مفيش حاجة اسمها كده وده كلام فاضي، وقبة الصخرة دي عبد الملك ابن مروان ومش عارف ايه. زعل هو وراح رادد عليا، فرحت رادد عليه بس طبعا باحترام، يعني بحترمه فعلا يعني عشان مكانته. بس كمان هو غلطان في حاجات، منها انه بيروح لمناطق الصدام بين البنيتين التشريعيتين. طب انت يا دكتور احمد عايزنا نضحي بالنسق القانوني اللي بيضبط 100 مليون بني آدم عشان خاطر أحكام فقهية؟ ما نقدرش، ما ينفعش. ولا عايز تقول إنه آية بنتي جوزها يضربها بالمسواك؟ أنا كنت بعلمها تقعد تقرا باللغات وتعمل ماجستير في الهندسه المعماريه علشان مصطفى ده انا يعني لا، ولا بسواك ولا حتى بالمصاصه بتاعت الشلومون دي ولا الكلام، ما ينفعش. هي مش حيوان عشان يتضرب. يا دكتور احمد اللي مش عايز مراته ينفصل عنها واللي مش عايز جوزها تنفصل عنه، انما ايه هنضرب بعض؟ لا، نضرب بعض يبقى القانون هو اللي يحكم مش الشريعه. ومع هذا هناك في المنطقه الانتقاليه دي خروجنا من الازمنه الغابره الى الزمن اللي جاي اللي نفسنا يعني فيه، بيحصل تداخل إهليلجي، يعني دي دايرة ودي دايرة، فلو ما الدايرتين يقتربوا من بعض يبقى في منطقة اشتراك. ففي منطقة اشتراك، مناطق اشتراك تقدر توجه جهودك ليها بدل ما تقعد تتكلم في ما يكسر النظام القانوني. انت احنا الاثنين يعني انا هو صعيدة، بس هو يمكن نشأ هناك أنا ما نشأتش، بس لما رحت لقيتهم في الصعيد 30-40 مليون بني آدم يعني ما بيورثوش البنات
ليه يا جماعة؟ قالوا أصله لو البت وجست هيجي جوزها ياخد بقى حتة أرض جوه أرض العيلة، فده يعمل مشاكل. فبيبقى قدامنا حاجة من الاتنين، يا إما ما يجوزوش البنات بره ولاد عمهم وممكن تحصل مشاكل برضه، أو خلاص يعوضوها بهدايا وبحاجات وزيارات وكده، وكلهم بيصلوا. طب يا جماعة ده مخالف للقانون ومخالف للشريعة القديمة يعني. طب انت يا دكتور احمد حط جهودك في الحتة دي، في ظلم هنا اجتماعي، في ظلم اجتماعي للمرأة في الصعيد انها ما بتورثش حقها القانوني اولا والشرعي ثانيا في التقائها. خش في الحتة دي، في ناس بتتمرد او بتكسر القانون علشان تقيم الدولة الإسلامية وتسميها داعش ودامل وداسحس قول إن ده كلام جنان. يقول لا ما أقدرش أكفرهم، دول أنا لا أخرج أحدا من الملة. هو ملتزم طبعا، ملتزم بالقاعدة الأشعرية يعني، اللي هو إن دي إسلاميين كلهم. بس قلت له أيامها دول خرجوا عن دائرة الإنسانية أصلا مش دائرة الدين. إن مشاهد الكلام هنا إن في تداخل بين الدائرتين، الدائرة الغابرة اللي المفروض نطويها وندرسها كنوع من المعرفة والتاريخ، والدائرة الحالية اللي احنا بنحتكم ليها في ضد الجماعات دي. طب ما تدي عون او مساعدة في الحتة دي، ليه بتروح لمناطق الخلاف؟ فبالتالي الكلمات اللي عندي التلات، اخر كلمه عندي للشخصيه الرابعه يعني الرئيس السيسي. هو عارف اظن ومتاكد يعني ان انا احب انه ينجح، وانا عارف هو بيواجه ايه، وفعلا نفسي انه ينجح عشان البلد. بس يا سياده الرئيس ما ينفعش انك تطلق دعوه وتحرك كده الغبار ده كله بإعلان العام عام المجتمع المدني. يعني الإعلان لا يفعل بالخاصية، إنما يفعل بالقائمين به. مين يعني؟ أنت يا سيادة الرئيس عندك مستشار ديني الراجل الجميل ده الشيخ مصطفى أسامة الأزهري، وعندك مستشار طبي علشان كورونا والحاجات دي، كويس. فين المستشار الثقافي؟ ما هو مجتمع مدني، ما هو مدني من المدينة في مقابل المجتمع القروي والمجتمع القبلي والمجتمع الصحراوي والمجتمع الثيوقراطي اللي بيحكوا في مجتمع مدني. طب مش لازم يبقى في ناس؟ عندنا ناس في مصر، شوف عندك علماء اجتماع وعندك كتاب وعندك كذا، اعمل مجموعة تقول للناس يعني ايه مدني وازاي هنتحول للمجتمع المدني. او يمكن نقرر ما نتحولش، نقول لا احنا مش عايزينها مدنية. ليه بنصادر يعني؟ لا هنقول ان احسن حاجه في الفتره دي الاوليغاركيه مثلا يعني، انما نطلق دعوه كده
انه اعلان العام عام مجتمع مدني من غير ما نحدد مساره، طب ما لازم يحصل الخلط ده، ولو سبناهم هيمسكوا فوق هيقطعوا دون بعض. على كل حال انا قلت مش هطول وطولت، ده الساعة دخل على 8 هو عندنا ماتش، فهنقعد. طب ايه رأيكم ناخد 10 دقايق مناقشات، ولا بعد كام يوم انا قربت اخلص الرواية فهفضلكم بقى شوية يعني، ونعمل جلسة تانية لمناقشة الافكار دي، تحبوا ايه؟ حد يجاوب هنا انا هشوف. ما اطول براحتك، بس في ماتش وانا موعد ناس عشان نروح نشوفه، لان انا بهتم بكل ما يهتم به الناس. عشان عنده دكتور احمد عكاشة، طبعا، وعنده اساتذة الاجتماع لازم يبقوا موجودين. ويا ريت نكرر الجلسة، ايوه، ما انا بقول اهو نعمل خلاص جلسة تانية. مين؟ احمد ناصر، اوكي، مناقشات وجلسة تانية برضو. خلاص بعد كام يوم هكتب لكم قبلها بيوم ان بكرة جلسة مناقشة لمدة ساعة انا مش هتكلم فيها، انا هبدأ منكم، او حطوا الموضوعات المثارة يعني، او اللي انتم حابين انها تثار على الصفحة، وانا ابدأ بيها ثم استكمل. لا خليها بعد كام يوم، حاضر يا سورة. وجلسة مفصلة أثير، حاضر يا أثير، بس كده خلاص. وأسيبكوا دلوقتي عشان أخش ألبس جاكيت وأنزل أروح مع الناس. والله أنا بقعد بالثلاث أربعة أيام هنا وبشوفش ناس أصلا، بشوفش بشر. فيوم الماتش بحب أشوف الانفعالات كده والحاجات دي، وهنتقابل بعد كام يوم ونكمل الكلام. شكرا. نعمل ايه بقى؟ في هنا فينش، أدوس عليها كده.